الحديث هذا شيخنا نفسه قوله عليه السلام إن جبريل أتاني وقال إن الله يقرأك السلام، حينئذ كيف الرد هنا حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الآن طبعا ما في يعني مجال إن واحد يقول إن الله يقرأك السلام، فكيف يرد عليه الصلاة والسلام؟ أو لما هو قال لخديجة رضي الله عنها إن الله يقرأك السلام، هل معروف الجواب ولا يعني مسكوت عنه؟ لا مش معروف الجواب، لكن منقرب لك الجواب. هل كل سلام يلزم رده على علينا نحن؟ نعم. كيف؟ سلام، السلام عليكم، نرد عليكم السلام. لا مو داي، ممكن في الصلاة بالإشارة. هذا ليش ردا؟ إشارة. إشارة ما تسمى الإشارة رد؟ لا إلا مجازا. وإذا حييتم بتحيتين أو ردوها، الرد قال السلام عليكم تقول السلام عليكم، أما الرد بالإشارة فهذا يعني تشريع لتعويض ما يفوت هذا الإنسان المصلي من رد السلام المأمور به في القرآن الكريم. فعلى كل حال سؤالك وارد بالنسبة للعلاقات البشرية بعض مع بعض، أما بالنسبة لرب العالمين الحكم يختلف. يختلف تماما. يذكرني هذا السؤال بأنه في أول الإسلام كان يقولون في التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال عن السلام إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم للتشهد فليقول التحيات لله إلى آخره. أظن وضح جوابي أنه هذا حكم خاص بين الله ونبيه، ولا ندري هل هناك جواب أم لا.